Can anyone confirm? Yes, we can see it. Okay. We do apologize for the inconvenience. It took us some time we faced a bit of some technical issues. So in today's workshop, we will eventually, inshallah, learn how to carry out research projects in general. It's the same for masters and PhDs. The only difference is in terms of the magnitude and the volume ديال البحث اللي كدير. So first, this is the outline ديال today's workshop. First, غادي نشوفو research cycle. What is the research cycle? Then we will move to the research structure. We'll see the difference between the two. And then we will focus on the literature review. And for any researcher, literature review is the biggest and most important element in research. And then we'll finish by a chapter named Hacks and Tricks. Basically, in this chapter, we will learn how any practical insights, practical pieces of advice on how to practically carry on research. And at the end, we'll have Q&A. You will have the chance to ask questions about anything regarding research. So, أول حاجة نبدأ بresearch cycle. ملي كنقولو cycle, cycle refers to something cyclical, دائري. ملي كنقولو دائري means بلي راه research is a process. يعني it's not random. يعني research ماشي شي حاجة كتكون عشوائية خاص تمشيو من مرحلة لمرحلة. This is the most important thing in research. أول حاجة is to identify research problem. كنلقاو واحد المشكل بحال دابا حنايا بغينا نديرو الموضوع في applied linguistics. كنختارو شي موضوع شي حاجة عندها علاقة ب applied linguistics. على سبيل المثال السبب علاش التلامذ كيتغيبو في الدروس ديال شي موديل مثلا نقولو research project في semester 5 الأغلبية كان كيتغيبو. نقولوا why students and they don't attend the workshops or the lectures ديال research project 1. هذا هو problem. كنمشيو literature review. Literature review هنايا هو أهم حاجة. نبداو أي presentation بحال عندنا مثلا شي presentation في الباك ولا في الليسي على البيئة ولا أي حاجة. فشنو كنديرو؟ كنمشيو كنقراو. يعني هذه هي اول حاجه باش انك دير بحث على شي حاجه خاصك تقرا على ديك الحاجه باش تولي فيها اتليست يعني نوليدجبل باش تفهم شنو كدير. ثالث حاجه هي ريسيرش ديزاين. ريسيرش ديزاين وهذا الشيء كامل داخل في الميثودولوجي. غادي نشوفوا الميثودولوجي. الميثودولوجي هي كيفاش يعني البيبر ديالنا كيكون يعني مبلاني كامل من A حتى Z. وباش نقادو واحد الديزاين كما غادي نشوفو من بعد راه غادي نرجعو لهاد literature review. وهاد literature review هي منها غادي نجيب واحد الحاجة اللي كتكون هنايا واحد العنصر اللي كيكون very important for research اللي هو research questions. Research questions هما لا دوك الاليمنتس اللي كيحددوا لنا الموضوع ديالنا. They narrow our research. دابا هنا اش كنحاولوا نديروا؟ نحاولوا نلخصوا دوك المراحل ديال البحث. يعني كنقولوا سايكل كندويو على ستيبس ما كندويوش على البنيه ديال بي اف او. البنيه مختلفه على المراحل. المرحله الاولى قلنا تلقى موضوع، ثاني حاجه اللي كتشري فيو، من بعد تلقى ريسيرش كويشنز، ومن بعد تمشي تقاد الديزاين. يعني research questions راه داخلين شي حاجة كديرها في literature review. ومن بعد we collect data. بحال دابا كاع هادشي اللي كاين الفوق كيكون theoretical، كيكون باقي نظري، باقي غير كنكتبو داكشي شنو غادي نديرو. بينما ال collection ديال data هي شي حاجة اللي كنديرو فيها ايدينا، كنمشيو كنجمعو data. Sometimes we go to the field, sometimes we just ask for different kinds of data على حسب البحث ديالنا. نعطيكم مثال، إلا كان الديزاين ديالنا، إذا بعدنا الديزاين غادي يدينا للكولكشن ديال الداتا.
إلا كان عندنا الديزاين كوانتيتيتيف، ملي كنقولوا كوانتيتيتيف هنا الكلمة اللي كتبان هي كوانتيتي الكمية، وملي كنشوفوا الكمية يعني بغينا العدد ديال الناس اللي غيجاوبوا داكشي، يعني هذاك الكويشنير مثلا يكونوا كبار، يعني we need large amounts of data. This is the main aspect ولا the main factor اللي غادي يخلينا اننا نمشيو نختاروا يعني في الكولكشن ديال الداتا نديرو كويشنير. اللي كنديرو الكويشنير احتاج الديزاين ديالنا كيكون كوانتيتيف، ولكن دابا العكس الا كان الديزاين ديالنا كواليتيتيف. ملي كيكون الديزاين ديالنا كواليتيتيف يعني بلي راه الهدف ديالنا وريسيرش كويشنز اللي لقينا قبل كيكون الهدف ديالهم هما to gain deep insights on a certain problem. على سبيل المثال problem يمكن يكون على let's say الأسباب على students كيمشيو مثلا يبريباريو في البيوفات ولا كيمشيو يبريباريو في هادشي، يعني ملي كنبغيو نفهمو الأسباب والناس علاش كيفكروا خاصنا نمشيو ونجلسو معاهم، يعني ما بقاش الكويشنير صالح لينا في هاد الحالة حيتاش عندنا qualitative research design. So for this في ال collection ديال ال data we will follow interviews. By adopting interviews this will allow us to gain deep insights، يعني باش نفهمو الموضوع مزيان، هذا هو المعنى ديال ال interviews مع qualitative design. يعني هنا كيبان لكم بلي راه هاد الريسيرش على شكل سايكل، كل شيء كيكون مترابط. قبل ما انكم ديروا البحث خاصكم تكونوا عارفين على الاقل شويه على هاد الشيء اللي قريتوه في اس 5. من بعد ما كنجمعوا الداتا كنمشيو كنديروا التحليل الاناليسيس ديال الداتا، وي انالايز ذا داتا اند درو كونكلوجنز يعني من هاد الداتا اللي كنديروا ليها التحليل. على سبيل المثال كنلقاو شي ميبيان مثلا، كنلقاو بلي راه لا بلي بار ديال الناس اللي كيحضروا راه كيكونوا قراب لافاك مثلا، بينما الاغلبيه اللي ما كيحضروش الحصص كيكونوا خدامين ولا عندهم other let's say things to do بحال بعاد على اكادير ولا شي حد كيكون and they are probably married or something. يعني هنا كنلقاو واحد النتيجه we analyze the data وكنقولوا the conclusions. The conclusions وهذا الشيء عنده بلاصه في الريسيرش ستراكشر. دابا غير كنشوفوا المراحل ومن بعد راه كنكتبوا داك الشيء وكنعطيوه على حسب your professors على حسب السوبرفايزر ديالكم. كاين اللي كيطلب منكم ديروا ديفانس يعني الصوت نونس بالفرنسي، ديروا الصوت نونس ولا لا it depends. كاين شي اساتذه كيديروا الصوت نونس ولا لا، شوف اللي ما كيديروش، وكنظن اغلبيه ديالكم راه باغي يدير الصوت نونس or at least the opposite. So let's continue. دابا قبل ما نبداو بريسيرش سايكل راه كاينه حاجه اهم يعني اللي هي ريسيرش بروبوزل. ريسيرش بروبوزل كيكون قبل ريسيرش سايكل. ريسيرش بروبوزل از يوزوالي بريبيرد بيفور ذا ريسيرش سايكل. هنا كيكون واحد البيبر اللي كيكون فيها ات اوتلاينز ذا ريسيرش بروجيكتس جولز ديالنا اوبجيكتيفز ميثودولوجي اند سو اون. هنا شنو هو الهدف ديال هذا البروبوزل؟ تو بروبوز من الاسم ديالو يعني كتقترح الاستاذ ديالك واحد الموضوع، يعني يو بروبوز كتقول لي هذا هو البحث ديالي بغيت ندير على هذا الشيء، الشيء اللي بغيت ندير ها كيفاش غادي نجمع لي دوني. على سبيل المثال الهدف ديالي هو نشوف كيفاش الناس ولا علاش الناس كيبريباريو في البيفيت ما كيبريباريوش في بلايص اخرين. انا بغيت نمشي يعني الاوبجيكتيف ديالي هو نفهم يعني ذا ريزن بيهايند يعني ذيس اكت. ذات داتا ديالي غادي نجمعها عن طريق انترفيوز اللي غادي نسول كلام راندوملي في البيفات اللي كتكون في لافاك مثلا. هنا هذا هو يعني البروبوزل كيكون في كل شيء اي ويل غادي ندير هكا وغادي ندير هكا. سو ذيس از سامثين يو هاف تو رايت بيفور يعني تبداو البحث ديالكم. دابا ليتس بوز ذيس از هاد ريسيرش بروبوزل حيت هو اهم حاجه وغادي تشوفوها مع الاستاذ ديالكم. غتبداو الحصه الاولى مع السوبرفايزر غايقول لكم واش اختاريتوا شي موضوع، الحصه الثانيه غايقول لكم قادوا لي ريسيرش بروبوزل وصيفطوه لي. بطبيعه الحال غيعطيكم يعني يعطيكم نماذج ديال ريسيرش بروبوزل يعطيكم كيفاش، ولكن نتوما خاصكم تكونوا مطالبين تكونوا فاهمين شنو هو ريسيرش بروبوزل ماشي يلا تكونوا سمعتوا به.
Let me show you an example. دابا هذا example ديال research proposal كتعملوا على حسب الأساتذة ديالكم. كتكتبوا التايتل، من بعد كتكتبوا ال problem statement، ومن بعد كتكتبوا ال purpose of the study، وكتكتبوا من بعد research questions and hypotheses. ملي كنقولوا يعني ال problem statement فيها كنقولوا هذا الموضوع ديالنا يعني علاش كيدوي، بحال كان مشكل على let's say absenteeism في لافاك، يعني students don't attend regularly، كنقولوا هذا المشكل، كنقولوا هذا الغياب does affect students achievement and this paper مثلا غادي يركز على الغياب كيفاش كيأثر على النقاط ديال undergraduate students at the Ibn Zohr University. و now you explain the problem، شنو هو الإشكال، يعني الإشكال ديالك في البحث، ومن بعد كنقولوا علاش اخترنا هذا الموضوع، ال purpose ديالنا، الهدف ديالنا، يعني كتقول الهدف، يعني بحال كتكتب شي إيساي، ماشي شي حاجة معقدة. ومن بعد كنمشيو research questions in hypotheses. دابا هاد الشي غيبان لكم تقولوا فاهمين شوية، ولكن ملي غنقول لكم اجي نفذوه غتقولوا لي باقي أستاذ ما فاهمينش كيفاش غنبداو. That's why ملي غادي نمشيو للهاكس اند تريكس I will show you how everything evolves around literature review. So if you really يعني conducted your literature review مزيان احترمتو وعطيتو الوقت اللي خاص تعطيوه غيجيكم هادشي كامل سهل. So دابا نرجعو للبيبر ديالنا. So قلنا الريسيرش سايكل دابا شفنا كيفاش كتكون، يعني كتختار موضوع، كتمشي كدير literature review، كتلقى الميثودولوجي، وكتجمع الداتا وكدير ليها التحليل. This is what we call research cycle. دابا غنمشيو للريسيرش ستراكشر، البنية، يعني هذا هو داك البي اف او اللي كتكونوا كتشدوا. كيبان لكم اول صفحة هي ديك التايتل بيج، الصفحة الاولى اللي كتكون ابن زهر يونيفرسيتي في هذه الجهة مثلا، وي كان زوم ان، كيكون لوغو ديبارتمنت اوف انجلش اند سو اون، هادشي كامل كيكون يعني جنرال. وفي هنا كيكون العنوان، ومن بعد كيكون هنا في التحت، هنا ماشي ام اي ثيسيس حيتاش هادي ديال الماستر، كتقولوا يعني هاد this paper is submitted for partial fulfillment، عندكم انتوما ال partial fulfillment، fulfillment حيتاش الماستر كيعطيو يعني كيشد جزء من يعني الماستر عندهم البحث، بحال قلنا سيمستر كامل كيساوي البحث، ولكن انتوما هاد السيمستر ماشي هو البحث كامل، يعني غير 1/6. So just هنا غتكون partial fulfillment ديال requirements ديال bachelor's degree في English studies in linguistic major، وكيكون بحال هاد الشكل. وهاد ال cover page غتكون آخر حاجة غتقدوها. So هنا غادي نقارنو research cycle مع research structure. ما غاديش نجيو نكتبو العنوان ونكتبو كل شيء باقي ما عرفناش الموضوع ديالنا هو شنو هو في المقام الأول. That's why structure ما كنكتبوش بحال هكا، انت اللي كنديرو البحث we don't pay attention to research structure but we pay attention to research cycle، هي اللي كنتبعو. structure كنعطيوها في الاخر، يمكن نكتبو هادشي مخربق. والابستراكت for example abstract is a summary ديال البيبر كاملة، كتذكروا فيها الميثودولوجي ديالكم، كتذكروا فيها الريزولتس النتائج اللي لقيتو، كتذكروا فيها الهدف ديالكم في البحث، يعني هنا you summarize your paper in general. وكيفاش يمكن لكم تكتبوا الابستراكت وانتوما يلا غتبدا، يعني بقى هنا هاد العناصر يعني دوك elements دوك structural elements ديال research paper do not really align with the research cycle، يعني research cycle بوحدها وهذه بوحدها وطبيعة الحال كيكملوا بعضياتهم. عندنا الابستراكت هو هذا، دابا الهدف ديالنا هو تفهموا العناصر المكونات ديال البحث. ديديكيشن هو اهداء، انا غتلقاو بزاف ديال النماذج في جوجل تقولوا ديديكيشن اكزامبل مثلا وتبنيو عليها، تقول ولا تقولوا غير جمله واحده تقولوا this paper is for my يعني father ولا my parents ولا someone، كدير لي واحد الاهداء. بينما الاكنوليدجمنت is when you acknowledge كتعترف بلي راه شي حد عاونك، وهنا فين كيجيو دوك ال conventions ديال research. ال conventions بحال كيكونوا دوك القواعد اللي ما مكتوبينش،
الاكنولجمنت يعني الى يعاونك شي حد في البحث في الاختيار ديال الموضوع، عاونك في الداتا اناليسيس يعني في تحليل ديال الداتا اند ايفريثينغ ايلس. هنا كتعترف بك تقول بلي هذا البيبر ما يمكنش انه يتحقق الا بالمساعده ديال فلان ولا فلانه اند سو اون. هنا الاغلبيه غيقول ولكن الا قلت لهاد الشخص عاوني غادي نقص من القيمه ديال البحث ديالي. But it's not correct, that's not true. بالعكس يعني according to the research conventions, whenever you acknowledge someone's any help, it actually boosts your credibility. يعني كيعطيك more مصداقية للبحث ديالك. حيتاش كتكون honest. يعني ما بين الconventions ديال research هما honesty. Okay. من بعد كتجي table of content. Table of content هي فيها كاع العناصر اللي غادي يجيو من بعد هنا. تنساليو هاد العناصر وغادي نشوفو مثال ديال research paper ديال some of our students اللي خدمنا معاهم research paper last years. أول حاجة هي ال introduction. هنا فين كنبداو أهم حاجة عندنا في البحث list of tables مع ال figures وال key to transcription. أنا على حسب البحث ديالكم، إلا كانوا فيه شي جدول كتقول هنا جميع الجداول اللي كاينين كاين في هاد لاباج العنوان ديالو. الى عندكم شي فيجر فيجر ماشي statistics، بحال مثلا عندكم let's say شي تشارت بحال هكا مثلا كتقولوا اش من بيج مع العنوان ديال هاد التشارت شنو هو، باش اللي بغى مثلا يمشي لدوك الفيجرز مع التابلز كتمشيو ليهم نيشان. ترانسكريبشن على سبيل المثال كاين اللي كيدير البحث في سوسيو لينغويستيكس كيدير البحث على اللغة الأمازيغية، وهنا خاصكم ديروا ترانسكريبشن يعني دوك القواعد اللي حتى اللي نتوما تبعتوهم، يعني شنو هما ديك الكي تو ترانسكريبشن that you adopted in your research paper. So this is العناصر الأولى، ولكن هادشي كامل باقي ما بديناش في البحث. هادشي كامل كيكون آخر حاجة كنقدوها. نبداو دابا بالمقدمة ديال البحث introduction. If you still remember قبل ملي شفنا research proposal شفنا في داك البروبوزل بلي فيه ثلاثة ديال العناصر statement of problem ولا problem statement على حسب كل واحد كيفاش كيكتبها. rationale هو ال purpose of the study the same thing. وقلنا من بعد غادي نديرو research questions. بعد الخطوات كتزيدو ال objectives تا هما مع ال hypothesis. دابا نشرح لكم الاختلاف ما بين هاد الثلاثة باش ما تدوخوش. كلهم راه نفس الجو في الجوهر بحال بحال. ال objective كتكون statement كتكون كتقول الهدف ديالي is to understand to discover شي حاجة، بينما research question كيكون على شكل سؤال شنو هي العلاقة ما بين هذه وهذه، كيفاش هذه كتأثر على ديك الحاجة and so on. بينما ال hypothesis كتقول انت الاقتراح ديالك كتقول مثلا بلي راه هاد ال variable غادي يأثر على هذا كتوقع يعني هنا ال expectations ديالك. This is the introduction. وهنا الى رديتو البال فهاد الانتروداكشن راه بحالها بحال داك البروبوزل. سو شنو كنديرو دابا؟ البروبوزل اللي كنعطيو للسوبرفايزر ديالنا في الاول ان فوا كيعطينا لاكور بلي راه مزيان يمكن نبدلو فيه شي حاجه كناخدو وكنبدلو ليه العنوان وكنديرو فيه الانتروداكشن وكنبدلو الحوايج اخرين. هداش في البروبوزل كتقولو this paper will باقي ما بديتيش يعني غير كتقطع بحال الاستاذ كتطلب منه واش هذا مزيان ولا لا. this paper will discover ولا will highlight شي حاجه. هنا ما غتبقاش دير will غتبدلو التنس وتخليوها تولي introduction. هذه اهم حاجه. so please make sure to take notes لهاد الحوايج حيتاش كاين اللي ما كيديرش research proposal وكيبدا نيشان which is not correct. تاني حاجه يعني باقيين على structural elements research structure هي literature review. literature review فيه two chapters definition of concepts مع review of previous research. هنا البنية راه يمكن تختلف على حسب supervisor ديالكم غير من ناحية الترتيب، يمكن يقول لكم بداو هادي بداو هادي ولا من ناحية الأسماء. إما راه هاد البنية راه unified في العالم كامل at least الستلاند اللي عندهم يعني linguistic major. By the way الا كان شي حد هنايا راه عنده literature major don't worry هادشي قريب شويه at least في البروسيس and we will
organize one يعني workshop على البحث اللي كيكون في literature. إذاش كيكونوا different approaches. في literature review كنديرو definition of concepts. Concepts ولا الكيوردز، الكيوردز ديالنا في البحث. على سبيل المثال دوينا على الموتيفيشن، مثلا الموتيفيشن كيفاش كتأثر على students fluency. Fluency مع الموتيفيشن هادو keywords في البحث ديالنا، so we need نديرو ليهم definition. ولكن كيفاش غنديرو ليهم definition؟ ماشي definition ديال جوجل، غنديرو definition على حسب other scholars other researchers. على سبيل المثال إلا كنا غادي ندويو على الانتليجنس، قريتو في سيمستر 5 يعني Gardner's Multiple Theory ديال الانتليجنس. هنا غادي ديرو الديفينيشن على حسب Gardner's، الديفينيشن ديال Gardner ماشي الديفينيشن ديالكم نتوما. ومن بعد غديرو الديفينيشن ديال شي حد آخر وتقارنوا ما بيناتهم. هادي هي literature review، اللي كتشوفو ال previous studies كتوبا research articles and so on، and then you define الكيوردز ديال البحث ديالكم. اول حاجه دابا راه واضحه، نمشيو لتاني حاجه اللي هي could you please turn off your mic. I think you're not aware that your mic is on. Could you please turn off your mic. Okay, thank you. So let's continue in the literature review. أول حاجة شفنا definition of concept، دابا باقي review of previous research. غادي نشوفو مثال ديال هادشي من بعد. review ديال previous research هما الدراسات اللي تقالوا في هاد الموضوع. هنا غنمشيو نيشان باش نختصر عليكم الطريق. الابستراكت كنمشيو previous studies، شي غالبا يعني أفضل حاجة أنكم تمشيو الجورنال article. هادو اللي كيكونوا مزيانين، كتلقى شي حد دار دراسه على نفس الموضوع ديالك، كتقول شنو دار هنا. كدير انا دابا كنقرا البحث ديالك، بديت بالانترودكشن، كنجي للتيتشر ريفيو، كتحطني في السياق، كتقول لي بلي هذا دار البحث قبل مني ها شنو لقى، هذا اخر دار البحث قبل مني ها شنو لقى، هادو مختلفين وهذا لقى حاجه مختلفه عليهم. So this is something you really need to do just ماشي للقارئ، لباسك حتى انت، حيت هادي غيخليك تفهم كيفاش انت يمكن دير البحث ديالك. So this is everything you need to know at least for now for the literature review. من بعد كتكون عندكم واحد chapter سميتو الميثودولوجي. هاد الميثودولوجي نقولو من ناحية البيجز باش نخليكم تخيلوا كيفاش غيكون البيبر ديالكم. الميثودولوجي كاملة يلا غتكون فيها يعني واحد 2 pages مثلا، ولا كاع 3 pages إلا كترتو. بينما الليتيتشر ريفيو راه يمكن تكون 30 بيجز، ولا على الاقل خمسة ديال لي باج، يمكن ديبو فيها 30 بيجز. اذا هنا كيبان لكم الاختلاف. الميثودولوجي كتكون تو ذا بوينت، كيكون داكشي نيشان ما كتكتبش فيه الهضره، كتقولوا الديزاين ديالكم شنو هو. الديزاين كنا شفنا بلي راه يكون اما كوانتيتيف كواليتيف ميكست ميثود، ولا ديبو اكسبيريمنتال ديزاين، يكون اكسبلوراتوري كونسبتوال، يعني عندكم different types of papers. دابا هنا I would like you to pay attention، وركزوا معايا. إذا كنتو غديروا البحث، أول معيار غتنقطوا عليه ماشي هو واش درتو يعني الانترفيو الاستجواب الاستنطاق الناس وكتسولوا، ولا درتو فقط questionnaire. I don't like you to think على الكوشنير كأنه فقط، بحال الكوشنير بحال الانترفيو اللي كيتحكم في هادشي هما اللي قلنا قبل ريسيرش كويشنز ديالنا. ريسيرش كويشنز هما اللي كيتحكموا في ريسيرش ديزاين. النقطه ديالكم ما عندها حتى علاقه بداك الانسترومنت ولا داكشي اللي غديروا. النقطه ديالكم عندها علاقه ب يو ريسبكتين يعني هاد الكونفنشنز ديال ريسيرش، هاو ولا تو وات اكستنت يور بيبر از ريجورس، يعني ات ريسبكتد، يعني ات از ستريكت، ات ريسبكتد دوك القواعد ديال البحث. ذاتس ات، شي اللي قريتو في الاسان كتشي اللي قريتو هنا خاصكم تطبقوه، ما تزيدوا حتى حاجه ما تنقصوا حتى حاجه. يعني في ريسيرش ديزاين على حسب نتوما والطاقه ديالكم، يعني يو نيد تو مانج يور اون افورتس ان تايم از ويل. عندكم دابا شي حد كيكون موظف وشي حد خدام في بلاصه اخرى وما عندوش الوقت انه يدير انترفيو، واخا الانترفيو مزيان يدير غير كويشنير،
نقول لشي حد ما عندوش الوقت للكويشنير يدير بيبر تكون فقط لتيتشر ريفيو، يمكن البيبر ديالكم كامله تكون على شكل تيتشر ريفيو، ما غاديش تكون فقط ديفينيشن اوف كونسيبت بطبيعه الحال. هنا غاديو الميثودولوجي حتى هي، حتى هذه غتكون سيستيماتيك لتيتشر ريفيو، كتقارنوا الدراسات اللي قبل مع هذه، وكتشوفوا الدراسه بعدا واش تستاهل تقارن مع هذه ولا لا، كيكون عندها الشروط ديالها. يعني هذه هي الحاجه اللي غتنقطوا عليها، اي حاجه درتوها احترموا الشروط ديالها. الانترفيو عنده الشروط ديالو، كويشنير عنده الشروط ديالو، يمكن ديروا الاكسبيرمنت التجربه، ولكن حتى هي الشروط ديالها غيكونوا اصعب على بوت الكويشنير اند الانترفيو. يمكن يكون البيبر ديالكم فقط كونسيبت شغل، يعني فقط الكونسيبت، تختاروا شي كونسيبت بحال الموتيفيشن، بحال شي تيتشن ميثود مثلا، وتقلبوا عليهم جميع التيتشن ميثود اللي كاينين، تشوفوا هذا شنو قال هذا شنو قال. يعني هنا ما غاديش نتوما كاع تمشيو لشي بلاصه، this is what we call armchair research، يعني غير كتجلس في الكرسي ديالك وشاد وكتقرا، you analyze you compare and so on. حتى هذا راه ممكن، يعني راه الميثودولوجي هذا الشيء اللي كيجي من بعد راه كيختلف على حسب الديزاين ديالكم. الا ما عندكمش الانفورمنت ما غاديش ديروها. يمكن الديزاين ديالكم يكون فقط ديسكورس اناليسيس، ديسكورس اناليسيس كتاخدو شي نص شي تكست لوحة فنية كيف ما بغات تكون، كديروا ليها التحليل ديالها، الديسكورس ديالها، الخطاب ديالها، شنو بغات توصل. انا كنحترم عاوتاني يعني كل شيء، الميثودولوجي ديالنا و everything، انا كاع كيكونوا حوايج اخرين يعني من غير هادو، على حسب يعني البحث ديالكم واش غير ديال بي اف او ديال لا ليسونس ولا ديال الدكتوراه ولا حاجه اخرى. هادو فقط العناصر الرئيسيه. فدابا بما انكم شفتوا الديفرنت ريسيرش ديزاينز، نكملوا نشوفوا العناصر اللي كاينين في الميثودولوجي. كيكونوا الانفورمنتس ولا البارتيسيبنتس، يعني شكون هما الناس اللي شاركوا في البحث ديالنا، ديك العينه ديالنا شنو هي. داتا كولكشن، داتا كولكشن هتلاقاو فيها جوج ديال الحوايج، انسترومنتيشن اند بروسيجرز. ملي كنقولوا الانسترومنتيشن كتقول شنو هي هاد الانسترومنت، كتقول الانسترومنت ديالك هي واحد الكويشنير، الكويشنير منين جبتيه، هادي هي الفاليديشن، واش هو فاليد ولا لا. دابا لا بلي بار ديال التلاميذ كيديروا الكويشنير، ماشي مشكل مزيان ديروا الكويشنير. اي ماي سيلف درت كويشنير ملي كنت يعني كندير باقي ريسيرش يعني في ايسيس، ولكن الكويشنير اللي غادي ديرو ما خصش يكون عشوائي، it should be valid. valid الفاليديتي هي المصداقية ديالو، واش داك الشيء اللي غادي بحال خدنا واحد الكويشنير وعطيناه لشي واحد اخر، واش غيلقى نفس الريزولت ولا لا، واش هذا valid is it reliable. هادو هما الحوايج اللي غتنقطعو عليهم. يعني حنا ما كناخدوش الانسترومنت وكنكتبوها لراسنا، الا كتبنا حنا يعني الكويشنير ما فيها حتى مشكل، غير خصنا ندير واحد الخطوة إضافية اللي هي تو بايلوت داك الكويشنير. ملي كنديرو البايلوت يعني تو بايلوت الكويشنير، كنديرو ليه التيست، كنعطيوه لواحد العينة وكنشوفو الأجوبة ديالهم، وكنشوفو واش فهموا داك الكويشنير، واش فيه شي أسئلة خاصنا نبدلوهم اند سو اون. سو هادشي داخل في الفاليديشن ديال الانسترومنت. عيبان لكم هادشي كتير اند سو اون، ولكن ما كتير إلا كنتو غديرو دقة واحدة، ما كديروش كلشي دقه واحده، يعني كتمشيو خطوه بخطوه. كتسالي ولي تتشري فيو، النيفو ديالكم ما كيبقاش بحال، كتكون عارفين بزاف د الحوايج على هذا الموضوع. داكشي اللي قلت لكم ديروا كل حاجه عطيوها وقتها. then من بعد الفاليديشن عندنا البروسيجر، خاص دابا الطريقه كيفاش كتعطيو الكويشنير تكون مزيانه. واش كتعطيوه للاصدقاء ديالكم فقط ولا لا، واش كتعطيوه للناس بطريقه اللي كتكون راندوم. ملي كيكون راندوم ماشي بحال اللي كتعطيوها فقط للناس اللي قراب ليكم، يعني البروسيجرز ديال داتا كولكشن حتى هما كيهموا السوبرفايزر ديالكم، كيفاش جمعتوا الداتا ديالكم، والداتا اناليسيس كيفاش درتوا ليها التحليل. التحليل واش درتوا كوانتيتيتيف اناليسيس، خدمتوا داك اس بي اس اس، ولا درتوا فقط اكسل، ولا خدمتوا بداك الشيء اللي كيكون في جوجل في درايف، ولا خدمتوا فقط ثيمز، يعني عندكم كواليتيتيف داتا. ملي كتكون عندكم qualitative data يمكن ديروا thematic analysis. thematic analysis هو you discuss you analyze themes، كتشوفوا هذا شنو قال هذا شنو قال، بحال سولتوا students في البيبيك علاش ما كيحضروش، لا علاش كيبريباريو تما، عفوا، غيعطيكم مجموعة ديال الأجوبة
وثم you will categorize them according to different themes. هذا هو thematic analysis. هنا الشيء كامل غتكتشفوه ملي نتوما كديروا البحث، اللي بصح يعني اهم حاجه اللي هي اللي تتشافي فيو، يعني هذه بصح هي اهم يعني مرحله في البحث، هي اللي غادي تقول لي تشوفيكم كامل العناصر اللي كاينين في البحث. مع ملي كتقراو شي ستادي قبل ما كتشوفوش فقط definitions مع شنو قالوا داك الابستراكت، كتقراو الميثودولوجي ديالهم اللي غادي نشوفو من بعد شنو هو الدور ديال الميثودولوجي ديال other papers يعاونوا البيبر ديالنا. هذه دابا هي اخر حاجه في research structure اللي هي results مع discussion. There is a difference between results and discussion. And I don't want you to mix the two. Results هما النتائج، بينما الديسكشن هو النقاش ولا المناقشة. Results كتكون just objective، you just present the data. بينما الديسكشن you discuss and you analyze. بحال مثلا عندنا واحد الميبيان على سبيل المثال، بحال اللي كيبان لكم في الخلفية. في الريزولت غتقولوا عندنا 30% دار هكا، 20%، 15، وكتوصفوا صافي. الديسكشن كتقولوا يو انتربريت، كديروا تأويل ديك الداتا، كتقول بما ان 20% ما حضروش و30% كيحضروا، يعني بلي راه الغياب ما عندوش علاقة يعني بالمادة براسها، بينما عنده علاقة بالتوقيت وعنده علاقة بالتلامذ واش هما يعني كيقراو ولا لا، and other variables. يعني you discuss. This is regarding that chapter the results and discussion. Sometimes يمكن يقولوا لكم قسموهم على two chapters. وآخر حاجة هي ال conclusion مع recommendations. Sometimes chapter can سميه فقط ال conclusion. هنا بعد الاختبارات كيكون هذا optional. Summary of results. كتقولوا لك الشيء اللي لقيتوا قاع في البيبر ديالكم كتلخصوه، يمكن يكون غير one paragraph صافي. وعندكم هاد البيداغوجيكال امبليكيشنز كيكونوا حتى هما يعني اوبشنال على حسب البحث ديالكم. لا درتو البحث في الابلايد لينغويستكس عندكم شي حاجه بيداغوجيكال، كتقولوا بلي راه هاد مثلا درتو واحد البحث على الموتيفيشن، غتلقاو شنو هما العوامل اللي كيحفزوا التلميذ تو بيكام مور موتيفيتد ان ذا كلاس روم. هاد الريزولتس ديالكم غادي يكون عندكم عندهم تداعيات implications على teaching methods في القدام. مثلا تقولوا teachers we recommend teachers انهم يديروا هكا ولا يديروا other things على حسب النتائج ديالكم. اهم حاجة هنايا هي limitations again regarding دوك conventions ديال research. ملي كنقولوا limitation هنا راه كتقول نقاط الضعف ديالك، بدل ما تستنى الاستاذ حتى يقول لكم راه يعني ساليتو البيبر ديالك وقدمتيه، راه باقي لك هادي وباقي لك هادي. هنا انت كتنتقد في راسك بطريقه او باخرى، يعني كتقول كتعترف بلي راه عندك هاد النقطه الضعف. مثلا السامبل ديالك you should know what is sample by now. يعني السامبل هي ديك العينه، عندنا السامبل وعندنا البوبيليشن. السامبل ديالكم كانت فقط 20 واحد، بينما البوبيليشن هي راه شي 1000 وشي حاجة. غتقولوا بلي راه سامبل كانت فقط 20 حيتاج ديك الباحث اللي هو نتوما دابا ما كانش عندكم الوقت باش انكم نتو تارجيت واحد لارج سامبل، ولا حيتاج درتو الانترفيوز اللي كياخذوا بزاف ديال الوقت. So this is about limitations. الا قلت للاستاذ ديالكم بلي راه انا عارف بلي راه غلطت في هادي وهادي وهادي، this actually is a strength. حيتاش كيزيدك واحد النقطه ايجابيه اللي حيتاش انت فاهم نقاط الضعف ديالك، ماشي ما فاهمهمش وماشي مشكل. من بعد كتكون recommendation on future research. هادي كتكون غير كتقول شي باراجراف كتقول لهم راه عندكم هادي، عندكم يعني واحد الستادي ديالي اللي درت دابا، عندكم حوايج اخرين اللي يمكن ديروه. انا درت مثلا ستادي على الناس اللي كيبريباريو في البيفيت، نتوما يمكن تقابلوا الناس يعني other researchers can compare students يعني who prepare يعني for exams في البيفيت ولا في library ولا في الكافيز على حسب البلاصه، تقارنوا بيناتهم تشوفوا واش كاين شي اختلاف من ناحيه الاتشيفمنت. هذا واحد الاقتراح ديال future research. ومن بعد كتكون عندكم references and appendices. هنا فين كيجي الـ IPA style.
الـ API style هو من ناحية الـ references، والفورمات كاملة صراحة مش غير references. يعني الـ API style عنده علاقة بالفورمات، يعني كيفاش كتكون البنية ديالنا، والتادر عنده علاقة بالـ conventions ديال البحث، يعني دوك القواعد ديال البحث. references مع غادي نشوفوهم ملي غادي نمشيو للـ practical هيك الـ practical pieces of advice. ملي كنقولوا الـ appendices هما الملاحق ملحق، بحال دابا داك الكويشنير اللي سبقته كتاخدوه، يعني كتسكانيه ولا كتكتبوه اللي بغيتو وكديروه في الاخر، باش ملي كتكون عندكم الميثودولوجي كتقولوا الكويشنير اللي خدمتو به فيه 30 سؤال، كتقول بين قوسين تشيك ابندكس رقم 1 ولا ابندكس رقم 3. اوكي، سو هادو هما الريسيرش ستراكشرز، شي قال لي كاين بطبيعة الحال. يعني this is a very summarized version، إلا جينا ندوي على كل حاجة بوحدها راه فقط ديك الريزولتس مع الديسكشن اللي كتبان لكم فيها سطر واحد راه يمكن ندوزو فيها ساعتين أو تلت ساعات المكانة بوحدها كنناقشوها. الهدف هو نعطيكم فكرة على البحث، يعني ما يمكنش نشرح لكم كل شيء يعني في حصة واحدة، ولكن على الأقل تكون عندكم فكرة على شنو كيكون في البحث. نمشيو دابا نرجعو للليتيتشر ريفيو. literature review هو أهم شيء اللي أنا يعني كان وأي researcher يعني in general كيعترفوا به، اللي حتى عنده واحد ال significance على research كامل، يعني it shapes the research as a whole. أول حاجة it allows you to learn more about the topic، يعني كتقرأ باش تفهم الموضوع ديالك شنو فيه. هنا كتقرأ على ال research problem كتولي more of an expert. من بعد كيخليك يعني to understand ديك ال field كامل، اللي كان مثلا applied linguistics كتفهم على ديك ال area. also كيخليك على ملي كتشوف ال previous studies كتشوف شنو هما شنو داروا وكيفاش داروا البحث، يعني how these studies were conducted. شنو هي how؟ هنا كنرجعو للميثودولوجي، اللي كتشوف هما كيفاش داروا البحث ديالهم، وهنا راه كيعطيك insights on how to structure your own research paper. يعني كتقرا شي حد في الميثودولوجي الكويشنير مع هكا، قلب لتحت تشوف داك الابندكس ديال داك الملاحق ديال داك البيبر especially PhD dissertations، وغتلاقاو بلي راه كاين عندهم كويشنير في التحت، ويمكن نتوما تاخدوا داك الكويشنير تبدلو فيه شويه وتحطوه يولي ديالكم. ولكن إذا درتو هكاك، إذا درتو خليتو يولي ديالكم، خاصكم تقولوها، يعني ديما دونت تيك يعني شي حاجة وتقولو راه this is my own questionnaire أنا اللي كتبته. always give credit when it's due، يعني إذا كان عندكم شي حاجة تعطيو الكريديت لشي حد اللي عاونكم ولا هو المصدر you should do that. ومن بعد ملي كتقرا يعني literature review قلنا راه it allows you to narrow the scope ديال study عن طريق developing the research questions. If you still remember research questions, research questions كيكونوا حوايج خبير اللي حنا كنتعلموهم من literature review. كتشوف ال paper وكتشوف فيها واحد research question. هاد research question كيقول لك يعني أول حاجة كتشوف ذاك research question كتفهم الموضوع علاش كيدوي، وكيعطيك أنت فكرة على كيفاش أنت تكتب research question ديالك. يعني راه literature review is a learning experience، واحد الجيرني اللي كتعلمو فيها كل شيء. and then كتقراو literature review ديالهم، يعني نتوما عندكم تكتبوا literature review، يعني غادي تشوف how the literature has been reviewed، يعني كتشوفوا كيفاش هما كتبوا التابتر ديال literature review، باش نتوما اللي غادي تكتبوه ديروا نفس الطريقة، تشوفوا دوك definitions of concept اللي كتبوه هما كيفاش كتبوها. يعني هنا it guides the researcher in clarifying and narrowing the research project، اللي كيخليك انت كتشوف نماذج يعني ستايل مع الطريقة مع البنية ديال اي حاجة في البحث، سواء كانت ال problem statement غتلقاوها، research question حتى هو غتلقاوها، غتلقاو نماذج على ال studies اللي دارو كيفاش دارو research questions ديالهم، كيفاش دارو literature review كاملة ديالهم، وكيفاش دارو الميثودولوجي ديالهم. وانتوما غتقراو and then you will evaluate. دابا غتقولوا راه هادشي ساهل الا كنا كنشوفوا وكنقارنوا وكناخدوا،
ولكن الدور ديالكم is to evaluate. يديك decision انك تختار هذا اللي هو مثلا questionnaire وما تاخذش interview، هذيك الحاجة اللي غتنقط عليها. يعني why you need to justify، يعني اي حاجة درتيها في البحث ما خاصش تكون عشوائية، ولكن خاص يكون عندها شي سبب كيدعمها. هادو هما اهم من الاسباب ولا العوامل اللي كيخليو لي تيتشر ريفيو مهم. But that's not it. عندنا حوايج اخرين ملي كنديرو حنايا واحد لي تيتشر ريفيو، داك التوبيك اللي كنختارو should fit in the framework ديال لي تيتشر ريفيو. بحال دابا ستاديز ديال هاد الموضوع غاديين ديما في واحد الاطار، وحنا خاصنا نحترمو داك الاطار. داك الاطار هو الفريمورك. Sometimes كتكون عندكم واحد الشابتر هاد this is more advanced، هاد هاد بالضبط البوليت بوينت is more advanced especially for students اللي كيقراو في الماسترز. theoretical framework هو لك الاطار اللي كيكون كيعطيكم الطريقه ديال كيفاش how to analyze، كيعطيكم limits. but it's not really that important. هذا automatically انتم غطيحوا في داك الليميت ملي كديروا لي تيتشر ريفيو. also sometimes ملي كتقرا مزيان ستاديز اللي تداروا كتلقى بلي راه هاد الاطار مثلا تداروا فيه ستاديز هنا وهنا وهنا، وعندكم واحد البلاصه هنايا اللي تحت ما قلب فيها. this is what we call research gap. هاد الجاب الى لقيتوها في الريسيرش ديالكم في الاسيس، فهذيك بوحدها غادي تخليكم تميزوا على other students. research gap كتقول البيبرز كاملين اللي تداروا قبل كيركزوا على الكويشنيرز، ولا كيديروا مثلا انترفيوز تحت يوم ما دار الكويشنير، ولا تحت ما دار واحد الكومباراتيف ابروتش بين هذه وهذيك الاخرى. هاد الجاب هي واحد الويكنس في الاكزيستين ليتيتشر. ان الهدف ديالنا حنايا ولا الكونتريبيوشن ديالنا هو تو فيل ذات جاب. كتقول البحث ديالنا will fill in the gap which is found in the literature. In the literature review also غادي تخلينا حنايا نفهمو يعني كيفاش البحث كامل كيتدار، يعني من ناحية ال conventions ولا من ناحية شكون هما دوك ال key figures، شكون هما الناس اللي خاصنا نعتمدو عليهم. هادي بالضبط غادي نشوفوها ملي نمشيو لل practical، يعني hacks and tricks as I like to call them. then you always need to ensure بلي راه you include recent research. بحال دابا research ماشي شي حاجة كتكون صحيحة 100%، راه كيبقى غير بحث. يعني يمكن مثلا شي حد دار البحث في 1921 وواحد دارو في 2022، مزيان نشوفو اللي قبل، هاديك مزيانة هاديك quality review، ولكن ديرو حتى الناس اللي يلاه داروا البحث اش نلقى، غيكونوا اختلافات، الكونتكست مختلف. يعني ديما خاصنا نشوفو ال latest research في الفيلد، ومن غير هادشي نشوفو حتى الكونتكست ديالنا. بحال دابا عندنا ال research في المغرب، غادي نقلبو على studies اللي كاينين في المغرب على هاد الموضوع. سو هادا هو أهم حاجة خاصنا نردو ليها البال في ال literature review. وملي غادي نشوفو ال literature review بلي sometimes you have to quote، وتما غادي يجي الدور ديال ال IPA style. sometimes students كيطيحوا في واحد المشكل اللي هو to over quote، كياخدوا شي حاجه كيديروا ليها كوبي كولي كيديروا الكوتيشنز، هذا قال سنه تنان مع البيج، وكيقولوا عاوتاني هذا قال هذا قال. هنا راه الهدف ديالك ماشي هو دير كوبي كولي. as I mentioned before you will be evaluated based on your ability to evaluate. evaluate ماشي هي كوبي كولي. يعني هنا ملي كنديروا ستاديز مزيان تاخدوا شي حاجه بانت لكم مزيانه، يعني كاتشي شي حاجه غتنفعكم. but try mostly to paraphrase. to paraphrase ولا paraphrasing دوك الكوتس هو اللي غادي يميزكم عاوتاني في literature review. هذاك هو الهدف ديالكم. paraphrasing is part of evaluating. فهادي الشيء اللي عندكم دابا خاصكم تردوا ليه البال في literature review. ملي كنكتبوا literature review يعني review of previous studies، يعني يبان لكم في الخلفية عندكم هنا واحد study، عندكم هنا واحد الدائرة بالحمرا. ديك الدائرة هي الابستراكت. يعني هنا عندنا واحد الابستراكت ديال واحد study. ملي كتقراو نتوما شي paper
اول حاجه كتشوفوها هي الابستراكت، وكما قلت على ديك ستراكتشرال اليمنتس ديال بي اف او، اول حاجه شفناها هي الابستراكت. يعني الابستراكت هو الحاجه الاولى اللي كتكون في البحث، اللي كتكون الحاجه الاولى كتلخص كل شيء. سو تنتوما كتلخص عليكم الوقت اللي كديروا البحث. هذا مثال: There are reports in the language acquisition literature that children show some limited comprehension of words beginning at approximately 9 months. يعني هنا لقينا شنو حد شنو قال شنو قال. الشخص الاول اللي قالها، الشخص الثاني. هنا ما كاينينش الكوتيشنز. هنا باي ذا واي يو نيد تو بي فاميليار ويز دوك القواعد ديال سايتيشن اند ريفرنس في الاي بي اي ستايل. بما ان ما كاينش عندنا الكوتيشن ماركس هنايا، هذا اتس ان اندايركت، يعني واحد الاندايركت كوتيشن. هنا شنو درنا؟ قلنا ستادي الاولى والثانيه ولخصناهم في جوج جمل ولا في جمله واحده، وقلنا من بعد ولكن، يعني بحال اللي كنكتبوا ايساي. دراسات اخرين شنو لقاو؟ other studies suggest that comprehension skills are quite limited even at 10 months and that it is not until around 15 months that infants show in signs of comprehending and recognizing novel words. عاوتاني هنا غنديرو شكون هما هاد الاذر ستاديز. قلنا اذر ستاديز شنو هما؟ كنجيو بين قوسين الاولى الثانيه الثالثه and so on. كنكتبو شنو هما هاد البيبرز. So this is the example ديال literature review كيفاش كيكون. و sometimes كتاخدو فقط داك الابستراكت، الا ما قادرينش تناقشوا لهاد الدرجه كتاخدو ابستراكت واحد وكتلخصو شنو كاين فيه. You take the abstract, you paraphrase it, and you highlight the key elements اللي هما research questions ولا غير objective اللي كاما ديرو research questions، وديرو الميثودولوجي مع الريزولت. That's it. تلقاو راسكم كتبتو بعض الجمل كافيا. So هادشي اللي خصكم تردو ليه البال ملي كديرو literature review. دابا غنمشيو ل hacks and tricks. And I hope this part هي أهم حاجة لكم تستفدوا منها بزاف. أول حاجة غنشوفوها هو واحد النموذج ديال research paper. أوكي، هذا مثال ديال واحد study اللي كنت درت ملي كنت في ال إيسيس. هذا هو داك table of content، كتبان بحال هكا. كاين عندكم نفس الحاجة اللي قلنا باش نديرو واحد التكيب: acknowledgements, abstract، ولكن نمشيو فقط اللي كيهمونا حنايا هو ال introduction, literature review, methodology, findings in discussion مع ال conclusion. هادو هما العناصر الرئيسيين، ومن بعد عندنا دوك references. ملي كنقولو ال introduction قلنا شنو هما العناصر اللي كيكونوا فيها. كيكونوا فيها ال problem statement, purpose of the study also called the rationale, research questions hypotheses, sometimes you need to add research objective that has to be your supervisor, and then definition of concepts. من بعد definition of concept تكون review of previous research. فهاد definition of concept in my paper لقيت ال keywords هما ال e-learning, learning management system model اللي عنده علاقة بالبحث ديالي, in user experience. يعني هذا البيبر كان عنده علاقه باليوزر اكسبيرينس اللي هي واحد الكيورد. شنو هو الكيورد؟ اللي شي حاجه الناس اللي كيقراو البيبر ديال، يعني هذا البيبر خاصهم يكونوا عارفينها. يعني باش تفهم هاد الكيوردز خاصك تمشي تقرا هاد البارتي وكتقول انا شنو البيج. هنا بغيتكم تصوروا معايا كيفاش كيكون البيبر. ما كنكتبوش تيبل اوف كونتنت هي الاولى، هادي كتكتبوها ملي كيبقى لكم غير سيمانه انكم تقدموا البحث ديالكم. كتكتبوا هادشي يعني كيكون مخربق. يعني هنا كتاخذوا شي دوسي في بي سي، يعني ويل نيد ا كمبيوتر ضروري، وكديروا فيه الوورد مثلا ولا جوجل دوك الانترودكشن، ولا تسموها فقط في الاول ريسيرش بروبوزل. حتى كتقدو البروبوزل عاد ديك الساعه تعطيه للسوبرفايزر وتبداو لي تيتش ريفيو. الديتش ريفيو بداو بالديفينيشن اوف كونسيبت مثلا هي الاولى. عاد هادي كل حاجه ديروها في بلاصتها، ما تبداوش كل شيء دقه واحده، ديروا وحده بوحده. يعني جو جرادولي وديروا كل دوسي كسميوه الديتش ريفيو حتى الاخر. عاد قادو الفورمات دقه واحده وما تردوش البال. يعني لك السبيس دابا في الاي بي اي ستايل عندكم حتى دوك العناصر ديال ما
مثلا كيفاش this is the abstract، كيفاش تخليه هنا واحد الاندنتيشن، وهنا راه ما كيكونش يعني كيكون justified، كيكون في هنايا واحد الخط، بينما في اليمن لا. This is يعني all of these guidelines داخلين في ال API style. عندنا introduction عاوتاني نفس الحاجة، كيكون عندنا واحد الاندنتيشن تنخلي واحد شوية، كيكون هنا يعني نيشان، وفي اليمن لا، والسبيس ما بين يعني كل سطر و سطر كيكون 1.5 على سبيل المثال، والفونت كيكونوا تايمز نيو رومرز 12 في الفونت. think that's it. نمشيو دابا للريفرنسز. دابا اهم حاجه عندكم هي الريفرنسز، مع غتخدموا بها في الديسكشن، وغتخدموا بها في الليتريتشر ريفيو كامل. في الديسكشن يو كان اولسو كومبير داكشي اللي لقيتو، مثلا لقيتو شي نتائج، قارنوا دوك النتائج مع نتائج ديال الناس الاخرين، غتقولوا هذا شنو لقى مختلف على انا، اذا my results can be considered as مثلا واحد الاختلاف، which can be يعني ديك الساعات تشرح علاش على حسب البيبر ديالكم. نمشيو للريفرنسز. الريفرنسز كيكونوا بحال هكا، فيهم جوج، كتكون ليست اللي هي هادي، وكيكونوا ان تكست سايتيشنز. دابا هنا هادي خاصكم تكونوا مقادين هاد الفورمات، يعني حتى كيفاش كيتكتبوا راه خاص يكونوا بحال هكا، كيكونوا الفابيتيكلي، يعني كيتحطوا قبل لكم هنا A، من بعد B C D E F and so on. It is organized alphabetically، يعني ما عندكمش A من بعد F من بعد C. It is يعني very organized، وحتى من ناحية structure كتحترموا واحد certain structure. شوفوا مثال هنايا، نمشيو ل literature review. عندنايا مثلا هاد ماسلو 2020، هنا كديرو فقط في الان تكست، على حسب هنايا ما كاينينش الكوتيشن ماركس، كاينين النيشان، يعني شنو قال هذا الشخص، ما كاينش الكوتيشن ماركس. هنا غادي نشوفوا السميه مع الديت، نمشيو لتحت وغتلاقاو ريفرنس كامل، نقلبوا على ماسلوف، وهذا this is the last name، ال initial ديال first name مع الديت، وهنا عندنا ديك ال evaluate user experience الى غير ذلك. وهذا فيه بزاف ديال الجايدلاينز، ولكن انتوا انكم تخدموا هذه بوحدها غتاخذ لكم يعني مده طويله بوحدها. غتبان لكم هنا في العنوان ان ايتاليكس. سو شنو هو الحل باش اننا نقدو هذا الشيء؟ على سبيل المثال عندنا واحد البيبر، مثلا ناخذ مثلا هذه، كتكون عندكم واحد البيبر كتقلبوا على الدي او اي ديالها، كيكون عندكم واحد الدي او اي اللي هو ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اللي هو هذا. sometimes كيكون داك ال ASSN، ما كيكونش بعض الاختبارات الدي او اي، ولا كتكتبوا غير العنوان، تاخذوا العنوان كديروا ليه كوبي وكتجيو لهذا الويب سايت. الويب سايت هي سكريبر، كتجيو and I highly recommend you انكم تديروا ساين اب، ساين اب وكتجيو هنا كديروا واش جورنال ارتيكل بوك فيديو، وهنا عندكم اش من ستايل، عندكم الاي بي اي 7th اديشن، ام ال اي 9th اديشن، هارفارد، شيكاغو and so on. عندنا ديفرنت ستايلز، هنا نخدموا بالاي بي اي ستايل، غنجيو هنا ونديروا داك الدي او اي ونديروا سيرش، وغنتلاقاو ديك ستادي كنكليكيو عليها وتعطينا داك الريفرنس. يعني ديجا هنايا راه عندنا ريفرنس كاين في التحت، هو هذا. الا بغينا نديرو ليه كوبي كولي غنديرو ليه كابي، اما نحطوه في الوورد ولا نديرو غير كابي بوحدها راه غادي يبقى عندكم، وتمشيو للوورد ديرو بيست وديرو كولي وغادي يبقى عندكم مسجل. هذا هو الدور ديال السكريبر، غادي يعني يسهل عليكم الخدمة في ريفرنسز. يعني دابا انتم اش غديروا؟ غتمشيو تقراو تقلبوا في الويب سايت، يبان لكم شي بيبر غتخدموا به، دخلوا لهنا نيشان باش ان فوا بغيتو تاخدوا منه شي حاجه، غتجيو هنا كيعطيكم حتى كيفاش تقادو الانتكس سايتيشن، كاين هنايا ردوا البال مزيان، انتكس سايتيشن غتقراو تكليكيو عليها فيها كوبي،
وغتمشيو تقادوها باش تاكدوا بلي راه ما غلطتوا في حتى حاجه في البريفرنسز ديالكم هنا. يعني this is at least one significant tool اللي كتعاونكم من ناحيه الاي بي اي ستايل في both references in text ولا reference list ولا ملي كتقادو ديك الفورمات ديال reference list يعني ديك الاسباس غادي في الاخر تلاقاو هنا كلشي. مثلا نديرو ستادي واحده اخرى كديرو سيرش تلاقاوها مثلا كديرو سايت وهي غتزاد اللي تلقاو هنا عام في الاخر يكون فيه 30 ريفيرنس وكتحطوهم في الاخر. سو هي هذه هو الفيرست تول. ذا سكند تول هي عندكم ديك لايبراري جينيسيس جي ستور هادو كلهم يعني سيرش انجنز اللي كتلقاو فيهم ريسيرش بيبرز ريسيرش جيت وجوجل سكولر. هنا سم بيبرز بحال كان عندكم ديك زي لايبراري اي ثينك ما بقاتش خدامة بحال الأول، خدامة ولكن ما خداماش 100%، ولكن ما فقط جوجل اللي كديرو فقط جوجل راه كيكون كافي. خاصكم غير نتوما تكونوا عارفين كيفاش تبحثوا في جوجل، يعني دوك الكيوردز ديالكم تقادوهم، كتبتوا جملة طويلة ما لقيتوش الريزولت نقصوا الكيوردز ديالكم، يعني سيرش فور ديك الكيوردز والفريزز ذات بيست ديسكرايب يور توبيك وديروهم في السيرش انجن وغتلاقاوهم. يمكن تلاقاو شي بيبر ما تكونش فور فري ماشي مشكل، فقط نتوما اختاروا الستاديز اللي غادي يبان لكم نتوما يعني افيليبل. نعطيكم واحد الرقم مثلا على الاقل تكون عندكم واحد ال 15 يعني ستادي من بينهم. اي ريكومند يو تلقاو واحد الاقل واحد البي اتش دي ديسرتيشن ان وان بوك على ذاك الدومين. على سبيل المثال كديروا على الموتيفيشن خاص تلقاو شي كتاب فيكم عن عندو في الموتيفيشن، هذا غيكون بحال الاطار المرجعي ديالكم، شي حد اللي هو يعني نون فيجر في داك الفيلد كتقراو كيفاش هو ديفاين هذيك الحاجه وكيعاونكم في الديفينيشن اوف كونسبت. سو ذيس از ات ريغاردين ان دوك الهاكس التريكس. تاني حاجه نرجعو لديك البيبر، هنا ملي كنديرو البحث ديالنا we need ملي كنديرو البحث نديرو الوسخ، يعني we need to have a draft، منكتبوش كلشي دقة واحدة كيكون داكشي مخربق في الأول. كنجيو كنقراو we need to highlight، كنديرو بي دي اف وكنسجلوهم. كتبان لنا الانتروداكشن هنا راه بحالها بحال البروبلم ستيتمنت، يعني يمكن هادي نتعلمو منها البروبلم ستيتمنت. بانت ليكم شي اكسبريشن هايلايت، بطبيعة الحال مديروش كوبي كولي اللي غتكتبو نتوما، you need to paraphrase. باش كاين ديك plagiarism راهي is different. ونشوفو ال definition of concept كنقلبو، عندنا ال objectives ديال study شنا هما objective الأولى الثانية الثالثة، وغيبان ليكم في ال objective كيكونو مكتوبين على شكل يعني جملة statement. هنا arising from the aforementioned objectives the following research questions are drawn to guide the study. research الأول الثاني ثالث. هنا عندكم ريسيرش كويشنز كتاخذوهم كتشوفوهم واش عندهم علاقه بداكشي نتوما اللي باغيين توصلوا ليه، وكتاخذوه يا اما تحطوه هو نيت ولا كتبدلوا الصيغه ديالو. بحال مثلا عندكم انا في واحد واحد اليونيفرسيتي معينه، نتوما كديروا في بلاصه اخرى في ابن زهر كديروا ادي يونيفرسيتي اوف ابن زهر على سبيل المثال. عندكم ستيتمنت اوف ذا بروبلم يعني everything here is mentioned. عندكم review of related literature. دابا شنو كيوقع sometimes ما كتلاقاوش references واجدين، كتجيو كتلاقاو one paper كتكون مزيانه وهي اللي غادي تعاونكم، انا كتقراوها حتى كيبان لكم شي حد اللي يعني كيركز عليه داك الباحث، حتى كيبان لكم شي حد مثلا هذه هي literature review يمكن تشوفوا البنيه ديالها باش انتم ديروا بحالها. وعندكم حتى في الميثودولوجي كيفاش كان عندنا هاد الميثودولوجي، يعني عندنا واحد الكويشنير داتا اناليسيس كيفاش كانت. نمشيو دابا للريفرنسز اللي كاينين في التحت وحتى في الديسكشن. مثلا دابا في الديسكشن ما عارفينش كيفاش وصفوا شي ميبيان ولا في الفايندينغز مع الديسكشن، غتمشيو لشي بيبر غتكون خاص تكون موازية ديالكم تكون في نفس الإطار في
نفس الموضوع ونفس الريسيرش ديزاين، وكتشوفوا كيفاش كيديروا التحليل الكيمي بيان. مثلا كنت كنا بنعمل لي بيان فيجر 2 بريزنتس ذا جندر ديستريبيوشن مثلا، نعم هنا 51، وكتشرح يعني يمكن تاخذوا نفس البنيه وكتعلموا منها. This is why I mentioned بلي راه literature review هو أهم مرحلة في البحث، وديما كيكون عندكم literature review. That's why research is a cycle، ديما راه كترجع literature review. نمشيو لل references، هاد ال references راه نتوما كتقراوهم، كيبان لكم هنا شي موضوع مهم في العنوان ديالو. كتشوفوا مثلا هنا Facebook in higher education students use and perceptions، دابا هذا موضوع وعندكم السمية ديالو وعندكم الداتا، تمشيو تقلبوا عليه في ديك جوجل سكولر ولا اني اذر ريسيرش انجن. هنا راه يتريت شوف ريفرنسز، تلاقيتو وان يعني ريسيرش بيبر راه غادي تعاونكم تقراو الريفرنسز ديالها، بان لكم شي حد تقلبوا عليه واش غتلقاه ولا لا. So this is how you look for references and this is how you يعني practically write and carry on ديك الريسيرش بيبر ديالكم. كتبداو كديروا الوثائق، كتشوفوا الستاديز الاخرين ومنهم you get inspirations. So that's it regarding the hacks and tricks. I hope this any workshop was of benefit for all of you.